هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ويلكم تو ماي يوتيوب شانل. لو دي اول مره تشوفوني، ويلكم باك لو انتوا اوريدي عاملين لي سبسكرايب. اوكي، فيديو النهارده بجد وان اوف ذا موست اكسايتنج فيديوز ان انا هصورها في حياتي، عشان احنا بنتكلم عن كتاب يعني اكتر من رائع لكولين هوفر. النهارده احنا هنتكلم عن Reminders of Him. و Reminders of Him هو يعني من احدث الكتب اللي كولين نزلتها من قريب، وناس كتير قوي كانت بتتكلم عنه، وناس كتير قوي كانت بجد excited عليه. You can already see انا قد ايه excited زيهم حاليا بعد ما خلصته. يلا بينا، هاخدكم في جيرني في الكتاب، هقول لكم الريفيو بتاعي عنه، هقول لكم اكتر حاجات عجبتني فيه، ايه اكتر حاجات ضايقتني فيه، وكالعاده في اخر الفيديو هقول لكم هل يستحق ان انتوا تشتروه او لا. فيلا نبدأ. قبل ما ابدا الريفيو ده، خليني برضو اكلمكم كده شويه، سنس ان احنا الفاميلي بتاعتنا بتكبر. احنا 1000 سبسكرايبر. ثانك يو سو ماتش يا جماعه بجد فور يور سبورت، فور يور كومنتس، لكل حاجه. انا ايفن في حد يا جماعه شافني في الشارع وعرفني، واز لايك ايه، بس It did happen. اوكي، خلينا ناخدكم في بريف جيرني عن الكتاب. الكتاب بيسكلي بيتكلم عن شخصيتين اساسيتين، وهما كانا ولادجر. كانا هي المين فكره في الكتاب، تمام؟ الكتاب كله بيتكلم عن قصه كفاح كانا في انها ترجع بنتها ديم من حماها وحماتها اللي خدوها، او اللي خدوا الحضانه بتاعتها لما كانا كانت في السجن. اوكي، فطلعت بقى كانا من السجن وبدات ان هي تحاول ترجع بنتها ديم، وكان في بقى كميه تفاصيل كتيره قوي، كان في كميه اوبستيكلز كتيره قوي. بجد مبسوطه قوي ان كولين ارتقت كده في اسلوب كتابتها، ايفن ذو ان هي خذلتني في الاخر عادي، وحطت شويه بورتس ملهاش اي 30 لازمه، بس هي لازم تحطها في يو كان سكيب ات عادي. بس الكتاب بجد كان فيه تفاصيل كتيره قوي لبرسبكتيفز كتيره قوي. اول حاجه، اكسبيرينس كانا وهي في السجن كانت عامله ازاي. بجد كمية التفاصيل اللي كولين حطتها قدرت انها توصل المشاعر. انا الكتاب ده كله كنت بعيط، انا حصلت لي في اتانز وذس، تمام، مرتين تلاتة. لا، الكتاب ده كله عياط يا جماعة، اللي عايزة عيط يشتري الكتاب ده، فعياط عياط. بس بسايد بقى طبعا لما هي طلعت من السجن ازاي المجتمع كان رافضها انها تشتغل، انها تعيش، انها تبقى موجودة، كل حاجة. وتالت حاجة طبعا والاهم، ان ازاي حماها وحماتها كانوا واخدين بنتها ومش عايزين يدوها لها، علشان خاطر شايفين ان هي هتكون خطر عليهم او هتهدد استقرارهم او ايا كان. وطبعا ظهر عندنا لادجر، برنس تشارمينج، اللي كولين لازم تحطه في كل كتاب. هو ده Reminders of Him. طيب هو ليه اصلا اسمه Reminders of Him؟ مين هم؟ هم ده يا جماعة سكوتي، تمام، انتوا تعرفوها في اول الكتاب عادي. سكوتي ده كان جوز كانا، هم عملوا حادثة بالعربية ومات، وبسبب الحادثة دي كانا دخلت السجن. ومش عايزة ابقى احرق لكم هي كانا دخلت السجن عشان قتلته ما قتلتوش، دي حاجة انا في اخر الكتاب عرفتها خالص. يعني دي من اكتر الحاجات اللي انا كنت قاعدة طول الكتاب اللي هو طب انت عملتي حادثه بالعربيه، انت وجوزك كتير دخلت السجن، فاهمين قصدي؟ فالاجابه دي بقى هتلاقوها في اخر الكتاب خالص، وانا كالعاده مش عايزه احرق لكم اي حاجه. اوكي، خليني اقول لكم الريفيو بتاعي الكتاب ده. الريفيو بتاعي الكتاب ده 100 out of 10. It's amazing، والله العظيم يا جماعه بجد جميل قوي، عجبني قوي. عجبني ازاي كولين عرفت تبورتري المشكله الاجتماعيه دي من الجوانب المختلفه زي ما قلت لكم. عجبني رسم الشخصيات جدا، كانا ولادجر وديم وباتريك وجريس، باتريك وجريس اللي هم حماه وحمايه كانا، حتى سكوتي. كان في حاجات كتيره قوي بجد كانت جميله قوي في الكتاب، فاهمين؟ كان في شخصيات كده ثانويه موجوده ادت برضو يعني زي ايه سبايس للكتاب، ادت طعم للكتاب. عجبني الهيومر اللي في الكتاب ده، على الرغم ان هي قصه حزينه جدا، وزي ما قلت لكم هتقعدوا تعيطوا فيها، بس كولين كان الشخصيات كان في كده ايه، عارفين لاينز. انا برضو عايزه اقول لكم حاجه، وانا مش عنصريه، بس انا مثلا مش من الناس اللي بتضحك على مسلسل فريندز، او انا مش من الناس اللي بحب قوي الهيومر بتاع الامريكانز، ما بيضحكونيش. يعني علي ربيع بيضحكني اكتر، فاهمين قصدي؟ ففكره انه لا بيضحكوا، انا ضحكت بجد، كان في حاجه كده اللي هو ايه ده، فاهمين؟ فلا الهيومر كان بجد جميل. عجبني قوي قوي، ودي كنت حاسه ان هي حاجه جديده كولين عملتها. البورتري بتاع شخصيه ديم البنوته الصغيره اللي هي بنت كانا، بجد جميله قوي. حسيت ان هي
ملاك، فاهمين؟ هي ملاك. الطريقه اللي بتتكلم بيها كاني سامعه صوتها وانا بقرا الكتاب، فاهمين قصدي؟ الطريقه اللي بتتكلم بيها، طريقه تفكيرها، انا حتى تخيلتها في دماغي. ف كل الديتيلز اللي كولن ضافتها كانت ممتازة، ان هي تدعم الايماجينيشن بتاعي ان انا اتخيل القصة كأني بتفرج على فيلم. نفس اللي حصل في اتانزو داس، كان في برضو تفاصيل مقرفة في الاخر كارن حطتها، واوكي احنا متفقين ان هي مقرفة علشان خاطر هي ملهاش لازمة، ده واحد. اتنين it's against our culture، حلو، بس هي موجوده في الاخر، يو كان سكيب ات. دايما بيجي لي كومنتس ان كتب كولن بجد فيها حاجات كتير قوي مش حلوه، فليه بنقراها؟ فالكتاب 80% بيبقى كويس، بس بيجي مثلا 20 ماكسيمم او 10% مش لطيف، يو كان سكيب ات يا جماعه. يعني زي ما تكونوا بتتفرجوا على فيلم، يجي في حاجه بتعملوا كده، نفس القصه في الكتاب، هتقلب الصفحه مش لازم تقرا اللي بيحصل، فاهمين قصدي؟ بس اوفر اول الاحداث كانت 100 اوت اوف 10، ما زهقتش خالص، عجبتني جدا. على الرغم من ان الاحداث مثلا بتدور مش في وقت طويل، والصفح برضو مثلا مش كتير، هي حوالي 340 صفحة، بس مفيش صفحة كانت بتعيد اللي قبل كده، مفيش صفحة كانت مملة، كل صفحة بتدعم اللي قبلها، كل ايموشن بتتحط الايموشن اللي بعدها بتقويها، فمين بتجت اتراكتد اكتر للشخصيات، بتتعلقوا اكتر بالشخصيات. لا عجبني قوي 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 قوي. طيب ايه الحاجات اللي ما عجبتنيش في الكتاب ده؟ بصوا هي مش حاجه قوي، بس انا شخصيه شويه when it comes مثلا للكتب انا باخدها بطريقه سيريس قوي، فاهمين؟ يعني انا مثلا او باوفر ثينك في يا ترى it starts with us هيبقى عامل ازاي. فانا بجد الموضوع بالنسبه لي الكتب باخدها بطريقه سيريس قوي. فمثلا اكتر حاجه شلتني في الكتاب ده انه كان عندها حل بدايه مشكلتها من قبل ما تخش السجن تعمله، وانا طول الكتاب قاعده بقرا اللي هو عارفين، طب ما انت ما عملتيش كده ليه، طب انت ما قلتيش كده ليه، طب ما تقولي لهم، طب ما تقول. وهي ما قالتوش ودخلت السجن عشان هي ما كانتش قادره تقوله، ما عندهاش انرجي انها تقوله. ايه انت داخله السجن بس قالته في الاخر؟ ومش هي اللي قالته، ده لادجر حتى الاسترس عليها ويرتاحوا لها شويه ويدوها بنتها ديم. يعني فاللي هو تخيلي ان انت كان ممكن تسيف 5 سنين سجن، وان انت تشوفي بنتك، وان انت فما تخليش كولن تكتب 340 صفحه في ان انت بس هتقولي الحقيقه او اللي حصل ليهم. جماعه انا عارفه ان احنا ساعات بنبقى بروكن وساعات بنبقى انرجي درين، بس مش لدرجه ان احنا نريسك نخش السجن من غير ما ما ننقذ نفسنا. يعني مش معقول بجد تبقى مكسل تنقذ نفسك ان انت تدخل السجن. بس the end of the day ده كان لازم عشان خاطر دي دراما، فاهمين؟ فهو هي دي الدراما، لازم نبقى دراماتيك ولازم نأفور. فبس هو تحفة بصراحة، بجد تحفة. وده كان judgment شخصي، لان انا شخصية judgmental when it comes للكتب، بس انتم ممكن ما تلاحظوش عادي، بس انا دلوقتي لفت نظركم. طيب اخر حاجه، هل انا بريكومند ان انتوا تقروا الكتاب ده او لا؟ ايوه اي ريكومند ان انتوا تقروا الكتاب، وخصوصا لو انتوا عندكم ريدنج بلوك، لان انا كان عندي ريدنج بلوك. واستنوا الفيديو الجاي هيكون عن الريدنج بلوك وازاي انا قدرت اتجاوزها. فبجد الكتاب ده جامد قوي يا جماعه، اي ريلي لايك ات. هو ايكولي او ممكن يعدي ات اند ذس، خلاص لقيت منافس لات اند ذس. شابول كولن، مبسوطه جدا ان هي حسنت من طريقه كتابتها، مبسوطه ان هي بدات تختار الديتيلز الصح. مش عارفه هي كانت بتتفرج على فيديوهاتي ولا ايه، بس لا يعني حاسه ان هي مستواها عالي قوي قوي قوي، خصوصا ان انا الفتره اللي فاتت كتر حاجه بقرا لكولن، لان انا عندي تارجت ان عايزه اخلص كل كتابها. ايه تاني عايزه اقوله لكم؟ انا الكتاب ده يا جماعه خلاني 1000 تايم اكسايتد ليه it starts with us، اللي هو وجهه نظر او البرسبكتيف بتاع اتلس عن it ends with us. فبالاسلوب اللي كولن والمايند سيت اللي كولن وصلت له ده، تعالوا بجد نجت اكسايتد قوي 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 للكتاب اللي هينزل قريب ده. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم بليز قولوا لي في الكومنتس. وبما اننا على اليوتيوب اعمل